واحنا بنختار المشاهد انا ما بقتش عارفه اي مشهد احلى من اي مشهد لانه كل مشهد هو مشهد حلو كل مشهد فيه حوار حلو او في نظره حلوه يعني الحقيقه هل انت كنت حاسس بده؟ اه وكان مسهل علينا التمثيل جدا الحقيقه عبد الرحيم كان كاتب جمل حلوه قوي وقصيره جدا ومكثفه جدا ايه احلى جمل فاكرها؟ لا حاجات كتير يعني مثلا في حلقه قريبه قوي قال اللي بيحب بجد أوه. اه بيخسر سره. مثلا دي جمله في جمله انا ما عرفتش اقولها لاني مش فاهمها الحقيقه اللي هي كانت ايه؟ آه، عامله زي الايه؟ آه، لندن في الطياب ايوه 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 لندن <applause> في الطياب الطياب طيب. اللي هو الريح كلمه صعيدي غامقه ايوة يا حاجة صعيدي صعيدي بالظبط بتجيب الكلام ده يا طبعا ده من الاصول أيوة. انت منين اصلا يا استاذ من سواج من اه أيوة. فعشان كده واللهجه سوهاج اللي احنا بنتكلم فيها لانها اقرب لهجه اللي فهمنا احنا كقاهريين او يعني المحافظه ليه اخترت الصعيد وده سؤال مهم برضه ليه اختر... ليه ما اخترت ماشي جزيره ممكن تبقى في الدلتا ممكن تبقى في... في الشمال ليه اخترت الصعيد كل الناس اتكلمت عن الصعيد اللي على النيل وبين الجبل والنيل وكل الناس اتكلمت عن الدلتا الصعيد اللي على البحر ده آه. فين ده ده ما البحر تقريبا ما فيش دراما اتكلمت عن الصعايده اللي على البحر الاحمر اللي في منطقه القصير وكده ودول ناس من اجمل خلق الله في منت وبعدين عندهم اعراف وعندهم تقاليد فكانت فرصه عظيمه انها أتعامل مع مجتمع مقفول باعرافه وتقاليده وبالطيابه دي واحكي بيها قصتها هو في جزيره شبه دي خالص كلها من خيالها <applause> <applause> مهمه جدا بس هو اختيار الزمان والمكان برضه عند عبد الرحيم انا بحقيقة 100 سنه فاتت او يعني ده حاجه أوه. والمكان كمان انه فعلا متطرف ومقفول فالناس دي مفيش اي حاجه خارجيه بتاثر عليهم مم. والزمان كمان زمان 100 سنه فاتت دي كمان بتدينا كمان ان احنا حريه التحرك او سهوله التحرك ما كانتش موجوده فدول مقفول قوي فانا شايفه اختيار عبقري للزمان والمكان كمان